في تونس. نروح لموضوع التمركز والتحرك، ودي كانت مشكله للحكم النهارده. صح، النهارده انت حكم كبير في افريقيا ومصنف رقم واحد، من غير المعقول انك انت ما عندكش القدره انك انت تتحرك فوق الميدان، عندك مشكله في انك انت يبقى عندك القراءه، عندك مشكله انك انت عندك رشاقه ومرأة تخرج من محيط اللعب او مسار اللعب. لا، ده انت كل لعبه كابتن عادل هتلاقيه واقف قدام اللعب. بص يا كابتن اهي، الصوره بتاعت ايمن اشرف ده جريله مخصوص عشان يديله انذار. بالظبط كابتن، انا انذار غريب جدا جدا. انا يعني انا لاعب لا يدعي الاصابه، والنتيجه 2-0 تقريبا، والنادي الاهلي بيلعب كوره ما بيضيعش الوقت، انت بتدي له انذار. طبعا انذار، انا بقول انذار وخارج على نقال. انا بحيي الجهاز الفني للنادي الاهلي بامانه، لان هو عنده انذار، كان ممكن في اي حاله كابتن علاء انذار تاني وكانت الامور تتوتر. واللي احنا بنقوله انذار غير المبرر، وانذار طبعا انا بقول انذار ظالم للاعب المشرف. هرجع تاني للحكم، بقول انت راجل مصنف ما عندكش القدره انك انت تتحرك فوق الميدان، عندك مشكله في التوقع والتركيز، وبتخرج من محيط اللعب بصعوبه جدا جدا. صح، فين الرشاقه؟ فين المرونه؟ فين التطوير اداء الحكام في افريقيا؟ لما بنشوف حكم زي كده، احنا النهارده النادي الاهلي ساعد الحكم في المباراه، النادي الاهلي النهارده بالنتيجه ديت سهل له المأموريه، فرصه لاي حد ان هو يعني مش عايز اقول ان هو يحسب مخالفات. هو ده من الاهلي بيبقى في المباراه الكبيره الشخصيه موجوده. الف مبروك النهارده للنادي الاهلي، يعني بنسبه كبيره ان شاء الله في دور الثمانيه، ويعني بالتوفيق في المباراه القادمه كابتن. يعني في الاخر يا كابتن، النهارده اداء الحكم كان متواضع، اداء النادي الاهلي هو كان متفوق على اداء الحكم. هو اللي سهل له المأموريه. بالظبط كده، اداء النادي الاهلي سهل مهمه الحكم.